لا توجد انتخابات نزيهة 100%، لكن اللي حدث في انتخابات 2018 لن يتكرر. الفاجعة التي فجع بها العراق في انتخابات 2018 لن تتكرر. وشخصيا أتفائل بنسبة جيدة من الكفاءة في هذه الانتخابات من ناحية التنظيمية ومن ناحية الشفافية. هذا لا يعني أنه الانتخابات هي مثالية. الأمر الذي يجب أن تلتفت إليه المفوضية الآن قبل فوات الأوان هو المال العام المنتهك وعدم تطبيقها لقانون الأحزاب 36 في 2015، وتحديدا المادة الثامنة التي تخص التمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. الآن نرى أموال طائلة نزلت إلى الشارع تستخدمها هذه الأحزاب، وهي أموال سحت حرام سرقت من مشاريع ومن خدمات العراقيين، الآن تستخدم في كسب شراء الذمم وتسويق أذرعهم الفاسدة إلى حتى يصلون إلى البرلمان القادم.